السلام عليكم ورحمة الله. معنا تمرين آخر من تمارين الأناليز دو. كالكولي الانتقال إي إيكالا زيرو دو بي كوسينيس أو كاري دو إكس سينيس بوسون سانك دو إكس دي إكس. إذن نبداو نخرجو على بركة الله. عندنا إي كتساوي هاد سينيس بوسون سانك نبسطوها، عندنا زيرو بي كوسينيس أو كاري دو إكس، وعندنا سينيس بوسونس 5 هي سينيس بوسونس 4 اكس فوا سينيس دو اكس، هادشي كامل فوا عندنا دي اكس. دونك غادي نديرو اون بوز. عندنا اي هي كوسينيس دو اكس، دونك دي اي كتساوي موان سينيس دو اكس دي اكس. إذا درنا هاد اي عوضناها بكوسينيس اكس غتولي عندنا هنايا زيرو، وعندنا هنايا بي بالنسبة لإكس. بالنسبة لإي غتكون عندنا هنايا إلا عوضنا زيرو عوضنا في كوسينيس غتولي اي هي واحد، ولا عوضنا بي هنايا غتولي عندنا اي هي ناقص واحد. إذا نوضعو هادشي داخل الانتيغرال. عندنا الانتيغرال من زيرو لبي كوسينيس أو كاري دو إكس سينيس أو كاري دو إكس الكل أو كاري، لحقاش أس أربعة هي أس اثنان، أس اثنان هي أس أربعة. وعندنا في الأخر سينيس دو إكس دي إكس. عندنا واحد القاعدة ديال الكوسينيس مع السينيس، كنقول السينيس مربع دو إكس زائد كوسينيس مربع دو إكس كتساوي لنا واحد. غنحاولو نضفو العلاقة هنايا باش نحيدو السينيس من هنايا، حنا بغينا كلشي هادشي يكون بالكوسينيس. غتكون عندي زيرو بي كوسينيس مربع دو إكس، عندنا السينيس أو كاغي هي واحد ناقص كوسينيس أو كاغي دو إكس، كلشي أو كاغي. وعندنا السينيس دو إكس دي إكس. دونك عندنا من صفر بي هي كوسينيس أو كاغي دو إكس، واحد ناقص كوسينيس أو كاغي دو إكس الكل أو كاغي. وعندنا هنايا سينيس دو إكس دي إكس. إذن نعوضو، عندنا زيرو قلنا هي واحد و بي تولي ناقص واحد، كوسينيس أو كاغي هي إي أو كاغي، و هنا عندنا واحد ناقص إي أو كاغي لو تو أو كاغي. و عندنا سينيس إكس دي إكس كما شفناها قبل هي ناقص سينيس إكس دي إكس هي دي إي، يعني هادشي هو ناقص دي إي. تولي هنايا ناقص دي إي. هنا في التعويض راه درنا واحد سميتو، هنايا راه واحد كما لقينا في الأول ناقص واحد، لقينا بأن زيرو هي واحد، زيرو هي واحد باغدون، زيرو كوسينيس زيرو هو واحد، و كوسينيس بي هو ناقص واحد، مع هاد ناقص هادي غتولي العكس. غادي نقلبو لي بورن، إي كتساوي لينا غتولي ناقص واحد لتحت و واحد هنايا، و غنحيدو ناقص هنايا، و هنا غتولي عندي هي اي او كاري عامل هنايا واحد ناقص جوج اي او كاري زائد اي اس اربعة، هنا عندي دي اي. اذا نكمل عندنا الديفلوبمون. عندنا اي او كاري ناقص اثنان اي اس اربعة زائد اي بيسونس ستة، كلشي دي اي. كنعرفو بان اكس اس ان بريميتيف ديالها هو اكس
بس ان بلس ان على ان بلس ان. نفس الشيء غنطبقو هنايا، غتولي عندنا هي اي او كاري هي اي ثلاثة على ثلاثة، هنا عندنا ناقص اثنان، وهاديك اي اس اربعة هي اي اس خمسة على خمسة، زائد اي اس سبعة على سبعة، هنا عندنا ناقص واحد واحد. اذا نخرجوها، هنايا نعوضو بواحد، شوية عندنا هي واحد على ثلاثة، ناقص اثنان في واحد على خمسة، زائد واحد على سبعة، هادشي كامل ناقص، وغادي نعوضو بناقص واحد، هي ناقص واحد على ثلاثة، ناقص جوج في ناقص واحد على خمسة، وفي الآخر زائد ناقص واحد على سبعة. بقى لنا الحساب، كتساوينا واحد على ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة هي جوج على ثلاثة، ناقص اثنان على خمسة ناقص هي زائد مع ناقص هي ناقص، ناقص اثنان على خمسة ناقص اثنان على خمسة هي ناقص أربعة على خمسة، زائد واحد على سبعة ناقص واحد على سبعة زائد واحد على سبعة زائد اثنان على سبعة. قال مسألة حسابية، عندنا هنايا جوج على ثلاثة، هنا عندنا خمسة وثلاثين زائد خمسة وثلاثين، سبعة في خمسة هي خمسة وثلاثين، جوج في خمسة هي عشرة، ناقص أربعة في سبعة هي ناقص ثمانية وعشرين، تساوي جوج على ثلاثة زائد خمسة وثلاثين، عشرة ناقص ثمانية وعشرين هي ناقص أربعة عشر، ناقص تمنتاش، ثلاثة في خمسة وثلاثين هي مية وخمسة، جوج خمسة وثلاثين هي سبعين، ناقص ثلاثة في تمنتاش هتكون هي ناقص أربعة وخمسين. إذن كل جواب نهائي هو ستاش على مية وخمسة. إذن شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.